الممتاز في ايطاليا نادي بولونيا. هجم واستلام من فيردي مع كورة سريع، فيردي عدى فيردي خطير، فيردي التصويب والهدف، جول جوا جول، الله 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 على الهدف الجميل، المهارة الفردية والتصويبة الصاروخية. قلت لكم مشاهدينا هو مدفعجي نادي بولونيا، المدفعجي عملها، المدفعجي سجلها، مهارة فردية غير وانطلاقة غير وتصويبة والله غير غير غير، تصويبة صاروخية بقدم نجم النجوم عطول خطير المتميز. عدي العادة مرة ثانية، عدى وفات، عدى وفات الخطير سيموني فيردي، وتصويبة صاروخية قوية تروح وتعدي على يمين الحارس سمير هاندنوفيتش عشان بولونيا يولع المباراة. بولونيا يشعلن اللقاء ويتقدم على الكبير عن رازولي بهدف واحد مقابل لا شيء في الدقيقة 32 من عمر اللقاء. من النجم كالدريبة مع كورة، هوبا عرضية قوية تعدى على الشمال والسقوط، والسقوط وضرب الجزاء، والسقوط وضرب الجزاء. حكم اللقاء الإيطالي ماركو ديبيلو اتأخر في الصفارة وادى على طول ركلة جزاء لنيرازوري مع دخولنا على آخر ربع ساعة من نهاية المباراة. العرضية الساحرة بقدم النجم كاندريفا وعرضية تعبت جميلة وتحرك ولمسة وسقوط للإيطالي إيدر، وحكم اللقاء اداها ضربة جزاء للإنتر في هذه اللحظات. ضربة جزاء للإنتر، ضربة جزاء للإنتر. حكم اللقاء الإيطالي ماركو ديبيلو صفارة. الباك اليمين السنغالي إبراهيم أمباي، والركلة بقدم الخطير الرهيب الدهية نجم التانجو، إنه يا سادة على النجم إيكاردي والحارس أنطونيو مورانتي، وركلة جزاء لصالح الإنتر. إيكاردي والركلة، إيكاردي الهداف، إيكاردي الموهوب. لسه الحكم، لسه الحكم ما اداش قرار، قراره والركله والنجم ايكاردي والحارس انطونيو مورانتي. ايكاردي جوه جول، جوه جول، هدف التعادل للنيرازوري في الدقيقه 76 من عمر المباراه. 1-1، 1-1، الكبير عاد، الكبير يا ناس عاد، الكبير يا ساده يعود للمباراه ويسجل هدف التعادل.